حصلت مملكة البحرين ممثلة في بيت خلف ذاكرة المنامة المتفرع عن مركز الشيخ إبراهيم بن محمد الخليفة للثقافة والبحوث جائزة الأمير سلطان بن سلمان للتراث العمراني في دورتها السادسة للسنة الثانية. وتسلم الجائزة سعادة الشيخ علي بن عبد الرحمن بن علي آل خليفة سفير مملكة البحرين لدى المملكة العربية السعودية الشقيقة خلال الحفل الذي أقيم تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز آل سعود أمير منطقة الرياض، وبحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز مؤسس ورئيس مؤسسة التراث الخيرية ورئيس اللجنة العليا للجائزة. وبهذه المناسبة أكد سعادة الشيخ علي بن عبد الرحمن بن علي آل خليفة أن مملكة البحرين في العهد الزاهر لجلالة الملك المفدى حققت قفزات نوعية كبرى في مجال التراث العمراني، مثمنا جهود معالي الشيخة مي بنت محمد آل خليفة رئيسة هيئة البحرين للثقافة والآثار رئيسة مجلس أمناء مركز الشيخ إبراهيم بن محمد آل خليفة للثقافة والبحوث، وما حققته من إنجازات كبيرة وملموسة على أرض الواقع عززت العناية بالتراث العمراني والحفاظ عليه وإبرازه وتطويره، ومشيدا بالجهود الخاصة والأهلية في هذا المجال. كما أعرب عن خالص تهانيه للفائزين بالجائزة في نسختها الحالية، مقدما شكره وتقديره للجهود الكبيرة التي يبذلها صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز في الحفاظ على التراث العمراني وإبرازه والعناية به وتطويره.